السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات، تبع قناة تربية المعز، معكم أخوكم عبد الحميد، تحياتي لكم، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا صحة جيدة إن شاء الله. كما كتشوفوا راه جيت هنا باش نرفع هادو، هاد الجديان هادو راه البارح في الصباح عزلتهم، دابا راه كنخليهم 24 ساعة باش يجوعوا مزيان باش يرضعوا، ودابا إن شاء الله راه غادي من بعد ما رضعوا الأمهات ديالهم ورضعوا لهم اللبا غادي نعاودو لهم حنا اللبا بهاد الرضاعة كما كتشوفو باش يولفو على الرضاعة على الحليب الاصطناعي مع كاينة بحال هادي خت هادي هي اللي دايرين لهم شي كيربعو. وبعد الإخوان كيقولك حشومة عليكم راه كتعزلوهم بالزربة، راه المشكل راه إلا خليناهم مع الماز غيقدرو يضيعو، علاش مع الماز إلا طولو ما غاديش يولفو على الرضاعة الاصطناعي. جديلة بقى مع المعزة يومين ولا غير 24 ساعة فاش دير الرضاعة الاصطناعي ما يبغيش يرضع، علاش ولف مو ولف البزولة ديال مو، داكشي باش الإخوان غير كيرضعو اون فوا كيرضعو الأمهات ديالهم اللبا وكنعاودوهم حنا باللبا في هاد الرضاعة كما كتشوفو هاد الرضاعة صافي كيولفو. تابعو الفيديو شوفو معايا كما كتشوفوا الاخوان هانتوما هادي هي الطريقه باش كنرضعوا الجديان باش كنعلموهم على الرضاع الاصطناعي ما شاء الله بسم الله توكلتوا على الله. وكره كنشبعوهم كيرضع مع الام وكنوليو هادي هي الثانيه في المرات كيرضع قش جديده كان شبعان وديتو الرضاع الاصطناعي ما غيبغيش يرضع ويجوع. هانتوما كيما كتشوفو ما شاء الله ديما كنديرو الصباع باش هانتو سبحان الله العظيم دابا هادو كاملين خصني ندوز عليهم ندوز على هادو كاملين من غير ضعو دابا في الصباح ثاني حتى العشيه عاد نعاودو نديهم الرضاع الاصطناعي ولهنا غنشبعوهم مزيان. وراه كيصدقوا حسن من مع الامهات ديالهم، مع الامهات راه كاينه الام اللي ما كتبغيش ترضع ولدها وما يمكنش نبقاو مقابلين غير الجديان، راه عندنا خدمه اخرى خصنا نحلبو خصنا هو الجدي هنايا في الا ما بغاش يرضع كنشدو كنديرو له بحال هكا تنديرو له شويه في الفم ديالو كما كتشوفوها الاخوان بحال الدراري الصغار سبحان الله. صافي دابا اللي رضعتو كنخشيه هنايا اللو با هادو ما راضعينش كلهم واللي رضع كندوزو اللو وهادي هي الطريقة راه 20 سنة دابا كتر من 20 سنة وحنا تنديرو هادي الخدمة باش كنربيو الجديان الصغار. نتمنى ان ينالو عجبكم هاد الفيديوهات وتستافدو بالنسبة للإخوان اللي عندهم تربية المعز يستافدو من هاد الفيديوهات. هانتوما كما كتشوفو الإخوان دابا غنشبعوه مزيان كيما هاد الإخوان كيقولك علاش متخليوش مع الأم ديالو هنا الجديان راه الحليب كيعتمدو هنايا الفلاحة الكسابة على الحليب كتر من الجديان، الجديان هنا راه معندهمش شي قيمة. هانتوما شوفو كيفاش غيقلب على
شحال الصغير هذا اللي مطور. كما كتشوفوا راه هذا البار حلبنا واحد المعزة، كنحلبوا الماز باش نجيبو نعاودو نردعو جديدا بهاد الرضاعة كيما وريتكم. وهذا الماء طايب، الماء طايب باش تيبقى الحليب سخون. ديما خصنا الجديان لا بغينا نردو نربيوهم في الدار ولا هادي، خصنا نعطيهم الحليب سخون، يكون الماء دافي ما يكونش طايب. هنا مع كيكون ديال المعز سخون وكنديرو ليه شويه الماء لتحت باش يبقى سخون. هادي هي الطريقه باش نربيو الجديان هنايا في الاندلس في اسبانيا. وكما كتشوفو ما شاء الله راهم هادو دابا راه 24 ساعه ما واكلينش، راه فيهم الجوع دابا دغيا غادي يتعلموا ان شاء الله. تابعوا الفيديو. كما كتشوفوا راه ما بقاش المعز كيولد بزاف، هادو راه عزلتهم هاد الصباح واقيلا شي 15 لواحد. هادو دابا نخليهم ان شاء الله حتى العشيه، مع قلال دابا حتى العشيه ولا حتى الغدا في الصباح ماشي مشكل، غادي نعطيهم يرضعوا. تبارك الله هادو راه وحدي اخرين، هادو راه شكداو 30 جدي هنايا ما شاء الله. هادي عشيه ان شاء الله خصنا، هادي عزلتها البارح في العشيه، وهاد العشيه خصنا نرضعوهم ان شاء الله باذن الله. كما كتشوفوا راهم راه بداو كيجوعوا، ان العشيه غير يرضعو مزيان. جدي الا ما كانش جيعان راه ما يبغيش يرضع ديك الرضاعه كيما وريتكم، ولا طول مع الام ديالو تاني غيبغي غير الام ديالو، ما يبغيش الرضاع الاصطناعي. والحمد لله هاد العمليه اللي كنديرو حنا راه ناجحه لنا 100%، ما كيضيعوناش جديان بزاف. المشكل هو لا عاشو مع الام ديالو، غادي الام ديالو كاين اللي ما كتبغيش، كاين السك ديما تبقى رد معاه البال باش ترضعهم، بقى في الرضاع الصناعي صافي هما كيولفوا عليه كيرضعوا وحدهم، كتقابلهم واحد اليومين صافي من بعد كيبداو يرضعوا بوحدهم. دابا ان شاء الله تشوفوهم غيكبروا وتشوفوهم كيفاش الانتاج ديالهم غيكون مزيان ان شاء الله. شوفوا الاخوان كما كتشوفوا ما شاء الله الجديان راهم غادي كيتحسنوا ما شاء الله، اللهم بارك. هما راه زدنا وسعنا عليهم الكوري، فين درنا عليهم واحد ثلاثة هنا فين كيرضعو في الرضاع الاصطناعي. هي كاين بعض الاخوان كيقولك علاش كتحرمو مواتهم وحشومة عليكم، راه مايمكنش. نقول الاخوان راه مايمكنش، لحقاش 280 رأس ديال المعز اللي ولدات 500 جدي تبارك الله، راه مايمكنش تربيها مع الأمهات ديالهم. راه مستحيل تربي 500 جدي مع، خصك تعزلهم على أمهاتهم تبغي تحلب، فيها خدمة كثيرة. وهذا هو الحل الوحيد، هاد لي سبان هادي هي الطريقة باش كيربيو الجديان. هما باقيين ناعسين، جيت نفيقهم دابا في الصباح، تيبغيو على السخونية كما كتشوفو. دير لهم هاد البولة سخنهم، دير لهم هاد البالا تيطلعو فوقها باش يبداو يلعبو. ما شاء الله كتشوفو راه كاين هنا شي 150 فهاد غير فهاد الجهة تبارك الله، وهاد الكوري هدا فيه شي 250، اللهم بارك. كنشوفو فين كيرضعو، مولاي سبان راه كيعتمدو على الحليب أكثر من الجديان، بقا الجديان راه معندهمش قيمة، عندهم الخلاف هاد راس السنة كيكونو دايرين الثمن شوية، كيغطيو المصاريف ديالهم. كشيت لهم شويه وصافي ماشي بحال الحليب ما شاء الله.
حليب الثمن ديالو دابا حاليا غادي يدير 80 سنتيم، نقولوا 8 درهم مغربي. كنحلبوا ما شاء الله قول شي 400 لتر دابا، 400 لتر راه كتدخل في اليوم 320 الأورد، 3000 درهم، 3500 درهم تقريبا. كيطلعو كيلعبو في هاد البالا، الآخرين ما شاء الله كيلعبو تا هما. دابا اللي كيرضعو كيخرجو كيدخلو لي مراضعين شو غادي هاكو، ولي مكيرضعش راه حنا كنردعوه حتى تيتعلم. المهم راه كاين واحد جوج هنا مختصين غير في تربية الجديان. كاينة تقريبا شي 400 رأس ديال الجديان، ومازال المعز مازال ما سالناش مرحلة الولادة. شوفو الآخرين هنا كيرضعو ما شاء الله، اللهم بارك زد في ذلك، كل شيء من فضل الله. حد السهرة الأمور غادي على ما يرام الحمد لله. بفضل الله وبفضل الدعوات ديالكم راه ما ضاعوناش جديين بزاف. أنا الأخوات كما كتشوفوا هما جاو تجمعوا عليا هنا. نتمنى هاد الفيديو تنال إعجابكم إن شاء الله، تنال إعجاب جميع المشاهدين متبعين الأوفياء. إخوان اللي كيشاهدوا قناة تربية المعز مازال متأبوش وبغاو نتهاونا، مرحبا بكم مرحبا بالجميع. والإخوان اللي مشتركين في قناة تربية المعز نقولكم ديروا ضغطوا على لايك، ضغطوا على الإعجاب، بارك الله فيكم وشكرا للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتشوفوا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله فيديو جديد. لايك ديما لايك، تحياتي لكم جميعا.